السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاول نشوفوا الوحدة الخامسة اللي هي خصوص برنامج ديال الثانية السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض. الفصل الرابع من الوحدة الخامسة اللي هي علم المناعة، واللي هو تحت عنوان مساعدات الجهاز المناعتي. هنا نطرح واحد التساؤل كبير، اللي هو هل المناعة التي يعني يولد بها الإنسان هي كافية للقضاء على جميع المولدات المضادة، أو لا، على جميع الأجسام الغريبة التي يمكن أن يصادفها الإنسان في حياته اليومية؟ إذن السؤال طبيعي أن يكون لا، فلا بد من مساعدة أو مساعدات للجهاز المناعي. إذن الإنسان قد يصاب باضطرابات، ببعض الاضطرابات تكون عواقبها وخيمة على الجسم. وقد طور البحث الطبي طرائق أو طرق ووسائل لمساعدة الجهاز المناعي خلال الإصابة. يعني إلى تصاب الإنسان كاين واحد الطرق اللي كنساعدوا بها الجهاز المناعي، دونك هنا كنهضروا على علاج، أو قبل الإصابة، وهنا نتكلم عن الوقاية. فما هي هذه المساعدات؟ جيد، إذا أول حالة، أول يعني نوع من هذه المساعدات هو التلقيح. وهنا باش نهضروا على التلقيح لا بد ان نتكلم عن المراحل لاكتشاف التلقيح، واولها الاعمال ديال ادوارد جينر. الو نشوفوا هذه الوثيقه. الجداري او الجداري لا فاريول مرض معدي يصيب الجلد، وهو ناتج عن حمى الجداري. لاحظ العالم الانجليزي ادوارد جينر ان الاصابه بالجداري قليله جدا عند الاشخاص الذين يحلبون الابقار، وأنهم يصابون بمرض يسمى جداري البقر، والذي يظهر على شكل طفيحات جلدية فوق ثدي البقرة، وبطفيحات مشابهة على أيديهم تكون بسيطة وتختفي بسرعة. إذن لاحظ إدوارد جينر أن الناس اللي كيحلبوا الأبقار كتكون عندهم إصابات قليلة بمرض الجداري. وهاد الناس هادو اللي كيحلبوا الابقار قلنا لاحظ ان عندهم اصابات قليله بمرض الجداري، وانهم يصابون بمرض يسمى جداري البقر. هاد جداري البقر كيفاش؟ ان الابقار تتكون عندها قرب الثدي ديالها واحد الطفيحات كيف ما كنشوفوها هنا في الصوره، تكون عندهم واحد الطفيحات، ونفس هاد الطفيحات تظهر على ايدي الناس الذين يقومون بحلب الابقار. هذه الطفيحات عند الناس اللي تظهر عند الناس اللي كيحلبوا الابقار تكون بسيطه وتختفي بسرعه. اذا هنا السؤال، ما هي الفرضيه التي يمكن صياغتها انطلاقا من ملاحظات ادوارد جينر؟ هنايا غادي تقدروا توقفوا الفيديو وتحاولوا تعاودوا تقراوا النص وتستخرجوا واحد الفرضيه. اذا الفرضيه اللي غنقولوا هنايا ولا اللي ممكن صياغتها هو انه توجد علاقة بين الاحتكاك بين الناس و البقر. هنا هذه العلاقة تتخلي أن هاد الناس يعني يتعرضون، أو تكون نسبة الإصابة ديالهم بما أو نسبة إصابتهم بمرض الجداري قليلة جدا. إذا هنايا هناك علاقة بين حلب الأبقار ونسبة الإصابة بمرض الجداري، أو يمكن أن نصوغها كفرضية، حلب الأبقار يقي من الإصابة بمرض الجداري. هناك ملاحظة أخرى، سنة 1796 استطاع إدوارد جينر أن يمنع شخصا ضد مرض الجداري بعد حقنه بقيح نقطات بقرة مصابة بجداري البقر. إذا شنو دار إدوارد جينر هنا؟ أن أخذ لقى واحد البقرة مصابة بجداري البقر، وأخذ القيح ديالها، نقط من القيح ديالها، وقام بحقن تلك النقط لشخص، وهذا الشخص أصبح ممنعا ضد مرض الجداري. إذا عندنا مرض الجداري أصاب شخص، قمنا بتمنيع هذا الشخص ضد مرض الجداري انطلاقا من نقط القيح ديال بقرة مصابة بالجداري. إذا ما الذي يمكن استخلاصه من هذه التجربة أو من الملاحظتين معا؟
اللي يمكن نستخلصوه هو ان انطلاقا من يعني المواد او من السائل ديال القيح، استطعنا ان نمنع شخص من ضد مرض الجداري. اذا نستعمل هنا نقطة القيح كتلقيح ضد مرض الجداري. اذا هنايا كأجوبة نموذجية اللي ممكن نستخلصه، دونك الفرضية انطلاقا من ملاحظات ادوارد جينر، يمكن افتراض ان نقل الجداري البقر لافاكسين لاشخاص سليمين يمكن من تمنيعهم. اذا كانوا عندنا اشخاص سليمين ونقلنا لهم جداري البقر، وبالتالي اصبحوا ممنعين ضد الجداري. اذا كخلاصة نستخلص من هذه التجربة ان الاحتكاك بالمرض يعطي الجسم حصانة ضد نفس المرض. دونك فاش كنحتكوا بالمرض كنتمنعوا ضد المرض، ماشي لا عاود صابنا مرة اخرى المرض، سنكون قادرين على القضاء عليه. هناك اعمال اخرى للويس باستور، ولكن هذه المرة في سنة 1879، حيث قام لويس باستور بدراسة مرض كوليرا الدجاج، وهو مرض قاتل تتسبب فيه بكتيريا معينة. في 9 فبراير من سنة 1880 بعث باستور بإرسالية إلى أكاديمية العلوم يقول فيها إن إعادة زرع الجرثوم المعدي، واحد الجرثوم معدي اللي كيسبب الكوليرا، المسبب لكوليرا الدجاج، كيف ذلك؟ بنقلها عبر أوساط زرع، يعني حساء الدجاج مثلا، متتالية، يعني ننقله من وسط إلى آخر، لا يؤثر على حدة هذا الكائن الحي المجهري ولا على سرعة تكاثره داخل جسم الدجاج، بحيث أن التطعيم بجزء ضئيل من قطرة الزرع يؤدي إلى الموت بعد يومين أو 3، وغالبا بعد 24 ساعة. هذه المقدمة إذن معروفة، آتي على الأحداث الأكثر بروزا في هذه الإرسالية بتغيير كيفية زرع الجرثوم. دونك هنا إلا شدينا واحد الجرثوم وعطينا حقناه لواحد الدجاج أو حقناه لواحد شخص معين، هنا هذاك الشخص كيموت، او هذاك الدجاج مثلا حسب تجربة باستور كيموت بعد يومين او 3، وغالبا بعد 24 ساعة. هذه المقدمات اذا معروفة كما قال. هنا الا غيرنا الطريقة ديال زرع الجرثوم نقوم انذاك باضعاف اضعاف الجرثوم ونضعف من حدته. دونك هنا كيقول باستور تلك هي النقطة الحيوية لموضوع هذا، مثلا لنأخذ 40 دجاجة ولنطعم 20 منها بالفيروس. إذا خدينا 40 دجاجة 20 منهم قمنا بتطعيمها بالفيروس الأكثر حدة، فيروس الحاد، حقناهم بهذا الفيروس، ستموت ال20 دجاجة، دونك هي المجموعة الأولى، لنطعم ال20 الأخرى، هذيك ال20 الدجاجة التي بقيت نقوم بتطعيمها، ولكن ليس بالفيروس الأكثر حدة ولكن بالفيروس الوهن، يعني الذي فقد قدرته المميتة. ستصبح الدجاجات كلها مريضة لكنها سوف يعني لن تموت. دونك هذه هي المجموعة الثانية، لنتركها تشفى من بعد من مرضها ولنعود بعد ذلك لتطعيمها من جديد بالفيروس الحاد. جدا هذه المرة سوف لن تموت. الخلاصة واضحة، المرض يقي نفسه. دونك هنا ماذا تستخلص من أعمال باستور؟ دونك أولا غادي نحاولوا نشرحوا شنو دار باستور. باستور دار واحد الوسطين، باستور قام بإعداد وسطين، الوسط الأول زرع فيه عصيات الكوليرا، والوسط الثاني زرع فيه عصيات الكوليرا ولكن في 37 درجة دوغري سيليسيوس، 37 دوغري سيليسيوس. إذا شنو دار؟ خد المجموعة الأولى من الدجاج فقام بحقنها بمستخلصات الكوليرا الموجودة في الوسط الأول، بعد مدة توفيت هذه المجموعة رقم واحد، ثم أخذ مجموعة جوج رقم جوج وحقنها ب يعني مستخلصات الوسط جوج اللي هو فيه إعادة زرع مستخلصات الوسط واحد ولكن في 37 دوغري سيليسيوس. إذن المجموعة جوج بعد مدة بقيت المجموعة كلها حية، وهنا نتكلم عن الفيروس يعني الوهن. دونك هنا علاش خلت بقية المجموعة حية؟ إذن خدينا المجموعة ثلاثة فقمنا بحقنها أولا بمستخلصات الفيروس الواهن الموجودة في الوسط جوج، ثم بعد ذلك قمنا بحقنها بمستخلصات الوسط
واحد الذي يوجد فيه العصية الكوليرا يعني الحادة. فلاحظنا أن المجموعة ثلاثة بقيت حية. هنا شنو الخلاصات اللي ممكن نستنتجو؟ اللي ممكن نستنتجو هو أنه عند حقن المجموعة ثلاثة بالفيروس وهم، فإنها اكتسبت مناعة أو تمنيعا ضد فيروس الكوليرا الحاد. لذلك عندما قمنا بحقنها بمستخلصات الوسط الواحد الذي يحتوي على فيروس كوليرا الحاد، بقيت المجموعة حية. إذن لاحظ باستور أن دجاجة المجموعة ثلاثة، هذه المجموعة أصبحت ممنعة ضد بكتيريا كوليرا الدجاج. نستخلص من هذه الأعمال أن إدخال جراثيم مضعفة يعني وهينة بحال في الوسط جوج إلى الجسم يوفر لديه دفاعا فعالا، اكتسب مناعته ضد نفس الجراثيم في حالتها الحادة. إذا كندخلو تلقيح هو كندخلو واحد الجسم غريب أو واحد مضاد جسم أو المستخلصات ديال مضاد جسم، ولكن في صيغته الوهينة التي فقدت قدرتها الممرضة أو المميتة. إذا هذه المجموعة أو هذا الجسم يصبح يمرض ثم يشفى لأن الفيروس أو مضاد الجسم مضعف أو لا فقد قدرته المميتة. وبالتالي عندما يصاب الجسم نفس الجسم بنفس المولد المضاد فإنه يكتسب مناعة ضد هذا المولد المضاد أو ضد هذا الجسم يعني في حالته الحادة. إذا كخلاصة سميت عملية إدخال جرثوم المضعف للجسم بالتلقيح لا فاكسيناسيون، وذلك تكريما للعالم جينر الذي كان أول من قام بتمنيع شخص ضد الجدري وذلك بحقنه بالجرثوم المسبب لجدري البقر. وإن لم يستطع دونك هنا كنقصدو جينر إدوارد جينر، وإن لم يستطع إنتاج لقاح دونك فاكسان وإنما استغل لقاح موجود في الطبيعة. دونك هذه هي الأعمال ديال إدوارد جينر. الفرق بينه وبين باستور هو أن باستور يعتبر المكتشف الحقيقي للتلقيح لأنه أول من أنتج لقاحا سنة 1885 ضد السعر. إذا المبدأ ديال التلقيح دونك باش ندير واحد التذكير، حقن دوفان القزاز مثلا يؤدي إلى إكساب الجسم مناعة خلطية، يعني الجسم كتولي عنده واحد المضادات ديال الأجسام خاصة يعني بمقاومة أو القضاء على القزاز. الحالة الثانية دونك نتكلم عن مناعة خلطية، فاش كنذكر مضادات الأجسام نتكلم عن مناعة خلطية. يؤدي حقن بكتيريا بي سي جي إلى إكساب الجسم مناعة خلوية، دونك هنا كنهضروا على مسلك خلوي يعني اللمفاويات وليست مضادات الأجسام. دونك هنا مناعة خلوية ضد بكتيريات بيكا المسببة لداء السل. إذا هنا كتأويل مناعي للتلقيح نقصد به يستهدف أو يتوخى التلقيح إكساب مناعة ضد عامل ممرض معين، واحد مولد مضاد معين، ولهذا الغرض يمكن حقن الجسم بالعامل الممرض نفسه أو عوامل غير ممرضة مشتقة منه يعني فقدت قدرتها المميتة أو سمينات وهينة يعني الدوفان. دونك فاش كنقولوا الدوفان أو لا شي حاجة وهينة يعني فقدت قدرتها المميتة، يعني ما تتقتلش ولكن كتخلي الجسم يكتسب واحد المناعة ضد هذاك الفيروس أو المولد المضاد أو لا يعني العنصر الغريب الوهين أو مولدات مضاد مستخلصة من الجراثيم. وتستعمل حاليا لقاحات جديدة مهيئة بواسطة تقنيات الهندسة الوراثية. إن تلقيح شخص بجرثوم موهن أو دوفان يعني فقد قدرته المميتة يحدث لدى الشخص الملقح استجابة مناعية تسمى الاستجابة المناعتية الأولية، يعني أول مرة تتعرف على المولد المضاد، ينتج عنها تكون كريات لمفاوية ذات ذاكرة بي أو تيويت. دونك حسب بي أو تيويت حسب ماذا؟ حسب نوعية الاستجابة المناعتية، واش كانت خلوية أو لا خلطية، التي تتميز بطول عمرها. وهذا هو الفرق ما بين التلقيح وما بين مثلا الاستبصار. إذا تعرض الشخص الملقح للجرثوم الحاد أو السمين يكون يعني في المرة الثانية يكون عدد الكريات اللمفاوية النوعية لمولد المضاد هذا كبيرا جدا، مما يجعل الاستجابة المناعية
الثانوية تكون فورية وقوية، مما يؤدي إلى القضاء على مولد المضاد الدخيل يعني الجرثوم أو لا السمي. الطريقة الثانية باش ندعموا الجهاز المناعتي اللي هي الاستمصار. إذا أولا غادي نحاولوا نتعرفوا على المفهوم ديال الاستمصار، دونك نشوفوا هذه الوثيقة هذه. إذا هنايا تبين الوثيقة التالية طريقة تحضير الأمصال والغرض منها. انطلاقا من هذه الوثيقة عرف الاستمصار وبين كيف يتم تحضير الأمصال لفائدة الاستمصار. ألوغ إلا خدينا هذا النموذج اللي عندنا، شنو وقع؟ عندنا واحد الحصان حقن تم حقنه، الحصان حقن بجرثوم اكس مثلا. هذا الحصان هذا غيدير واحد، تكون عنده واحد المناعه ضد هذا الجرثوم، يعني غيولي عنده واحد مضادات الاجسام ضد هذا الجرثوم. شنو كنديرو؟ ناخذ مصل الحصان، ناخذ مصل الحصان. هذا المصل شنو هو؟ هو الدم، هو الدم. ولكن عندما نقوم ب يعني ترشيحه، يعني كنحيدوا منه الكريات اللمفاوية والكريات الحمراء. اذا هنا تبقى عندي المصل خالص، دونك عندي المصل ديال الحصان. هذا الحصان، هذا المصل فيه مضادات الاجسام خاصة باش بالجرثوم اكس اللي قلنا اننا حقنا به الجسم. كنمشيو عند واحد الشخص مصاب بنفس الجرثوم اكس اللي حقنا به الحصان، وكنحقنوا لهذا الشخص هذا مضادات الاجسام اللي استخلصناها من الدم ديال الحصان. اذا حقن مصل لمريض مصاب بنفس الجرثوم، بعد مده شفاء المريض وقد تظهر عليه النوبات الاراجيه، يعني عنده واحد الحساسيه من يعني احيانا قد تظهر. او دونك هنا طريقه اخرى، عندي واحد الشخص ممنع ضد الجرثوم مثلا اكس او لا ايغريك، استخلصنا المصل من دم هذا الشخص، هذا المصل يحتوي على مضادات الاجسام ضد الجرثوم ايغريك مثلا او اكس كما قلنا. اذا فاش كنحقنوا الشخص المصاب بنفس الجرثوم، كنحقنوه بهاد مضادات الاجسام او بهذا المصل اللي خديناه من عند الشخص الممنع، اذا هذا الشخص المصاب الثاني يشفى من هذاك من الجرثوم الذي اصيب به، وقد تظهر عليه بعض النوبات الاراجيه. اذا هنا عند حقن حصان بجرعات متزايده السميه من سم معين، فان الحصان ينتج مقادير هائله من مضادات الاجسام النوعيه لهذا السم. اذا حصان حقناه بواحد الجرثوم كينتج لنا واحد كميه مهمه من مضادات الاجسام اللي قادره انها تقاوم هذا الجرثوم وتقضي عليه. الشيء الذي اوحى الى الطبيب الرو سنه 1894 بفكره نقل مصل هذا الحصان الممنع الى الانسان. وهكذا فالاستمصال شنو هو؟ هو تحويل تمنع شخص الى شخص اخر. واحد الشخص ممنع يعني عنده مناعه ضد جرثوم معين اكس، هذاك الجرثوم الى تصاب ليا شي شخص اخر، اذا كنمشيو عند هذاك الشخص الممنع كناخذوا المصل ديالو كنحقنوه للشخص الاخر الغير ممنع، وبالتالي هذا الاخير يعني فاش كنحقنوا الشخص الثاني بمصل ديال الشخص الممنع ضد مرض معين قصد علاجه، يعني كيكون هنا الاستمصال، الاستمصال يكون قصد العلاج وليس بهدف الوقاية. قصد العلاج وليس بهدف الوقاية. باش نزيد نفهموا اكثر المبدأ ديال الاستمصال غنشوفوا هاد الحالتين اللي عندنا او هاد الوثيقة اللي رقم جوج. اصيب شخص بتعفن بعصية القزاز فتم حقنه في آن واحد باش بدوفان القزاز. اذا واحد الشخص عنده واحد التعفن ديال عصية القزاز، ففي آن واحد حقناه باش بدوفان القزاز، يعني هذاك الفيروس او عصية القزاز ولكن فاقدة لقدرتها المميتة. اذا هنا نتكلم عن ماذا؟ عن التلقيح. وفي نفس الآن حقناه بمصل مضاد للقزاز. يبين الشكل الف تغير تركيز مضادات الاجسام في دم هذا المريض. السؤال واحد، حلل المبيان. اذا شوفوا معايا هنا هذا المبيان يمثل على محور الاراتيب، نجد ماذا؟ نسبة مضادات الاجسام المضادة للسمين القزاز من البلازما، يعني ب انيتي اختر او لا بار مليلتر. اذا الى شفنا هذا الخط المتقطع او المنحنى المتقطع، دونك هو المنحنى الخاص بماذا؟ بخاص بمضادات الاجسام التي يوفرها المصل
دونك مضادات الاجسام التي يوفرها المصل، دونك هو هذا المنحنى ديالها المتقطع. وهنا منحنى اخر اللي متصل، هو يعني يخص مضادات الاجسام التي يوفرها الجسم، مفهوم؟ وعندنا هذه المنطقه الرماديه يعني ما بين 0.45 تقريبا حتى 0.1. دونك هذه المنطقه الرماديه كتسمى منطقه الحمايه، مفهوم؟ جيد. اذا الى شفنا هنايا في الحدث الاول او في الاسبوع الاول، يعني هنا عندنا في حوار الافاصيل الزمن بالاسابيع، في الاسبوع الاول وقعوا جوج الاحداث. اولا تم يعني تلقيح اول، وتم استمصال اول، يعني قعدنا واحد الاستمصال وقعدنا واحد التلقيح. شنو كنلاحظوا مباشره بعد الاستمصال والتلقيح؟ شنو وقع؟ دونك كنشوفوا ان المنحنى المتقطع ارتفاع، ماله؟ ارتفاع مفاجئ من القيمه 0 الى القيمه 0.5، ارتفاع في كل مليلتر. ودونك هنا ارتفع. دونك هنا فاش كترتفع مضادات الاجسام التي يوفرها المصل، واش هاد المضادات الاجسام التي يوفرها المصل ناتجه عن التلقيح او لا ناتجه عن الاستمصال؟ اذا هي طبيعه الحال ستكون ناتجه عن، نعم، ستكون ناتجة عن الاستمصال، جيد. ولكن لاحظوا معايا، مع تطور الزمن، مع تقدم الزمن، وحوالي يعني بين الأسبوع السابع والأسبوع الثامن، ما الذي حدث لمضادات الأجسام التي يوفرها المصل؟ دونك نلاحظوا بأنها مالها، نعم، نلاحظوا أنها بقات إلطون فيغ لو زيرو، يعني حتى انعدمت، بقات كتنخفض شيئا فشيئا إلى أن انعدمت. إذا الاستجابة ديال الاستمصال، دونك كتكون عندنا انتاج مضادات الاجسام بشكل كبير وفوري، اني وفوري، فوري وبكميه كبيره، لكنه مع الزمن شنو كيوقع له؟ مع الزمن تختفي هذه مضادات الاجسام التي يوفرها المصل. بالمقارنه مع هذا، في اللقاح الاول، الى شفنا اللقاح، في اللقاح الاول لاحظوا معايا شنو وقع. دونك كميه ديال مضادات الاجسام التي يوفرها الجسم ارتفعت في الاسبوع الاول، ثم من الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الرابع ارتفعت إلى منطقة الحماية. دونك بعد 4 أسابيع انتقلت كمية مضادات الأجسام التي ينتجها الجسم إلى منطقة الحماية. ففي الأسبوع الرابع قمنا بحقن ثاني، فتجاوزت كما كنلاحظوا، تجاوزت ماذا؟ تجاوزت مدة، يعني كمية مضادات الأجسام تجاوزت منطقة الحماية لتناهز 0.5 بار مئمل. ثم بعد ذلك لاحظوا معايا، في الأسبوع الثامن قمنا بحقن ثالث، قمنا بحقن ثالث، فنلاحظ أنه الكمية تجاوزت منطقة الحماية بكثير. إذا هنا شنو كنلاحظوا؟ أن مضادات الأجسام، أو العفو، يعني فاش كنلقحوا المرة الأولى كتولي عندنا واحد، تصبح لدينا كميه مهمه تصل الى منطقه الحمايه من مضادات الاجسام التي يوفرها الجسم. وعندما نقوم بتلقيح ثاني، يعني بتذكير، ترتفع اكثر فاكثر، وعندما نقوم بتلقيح ثالث فان الكميه ترتفع بشكل اكبر. اذا بالنسبه للتلقيح، قد يكفي لقاح اول في بعض الاحيان، ولكن بعض مضادات الاجسام يستلزمها او لا تستلزم وجود لقاح ثاني ولقاح ثالث. اذا باش نفسروا هذا الشيء، شنو تيوقع؟ مضادات الاجسام عند حقنها، دونك هنا نقوم بعمليه الاستمصال، عندما نحقن مضادات الاجسام فاننا نقوم بعمليه الاستمصال. هذه مضادات الاجسام تستهدف الحمات، وتقوم ب محاصرتها والقضاء عليها بتقديمها لمولد، بتقديمها مثلا للبلعميات التي ستعمل على القضاء عليها، او خلايا اخرى مناعية. بالنسبة للتلقيح، لا نقوم بحقن مضادات الاجسام، ولكن نقوم بحقن الحمات، ولكن في صيغتها الغير ممرضة او للوهنة او التي فقدت قدرتها المميتة. وبالتالي هذا الشيء غيخلي اللمفاويه بي تتطور الى بلزميات لتفرز لنا مضادات الاجسام. هذه مضادات الاجسام تذهب للقضاء على الحمات، وجزء منها يبقى ليقوم بالذاكره المناعتيه. اذا مباشره بعد حقن مصل
مضاد للقزاز، ترتفع نسبة مضادات السمين القزاز في البلازما لتغطي منطقة الحماية، لتنخفض تدريجيا إلى أن تنعدم بعد عدة أسابيع. دونك هادشي اللي قلنا قبيلة، بعد التلقيح تبقى نسبة مضادات السمين القزاز منخفضة خلال الأسابيع الأولى، ولا تغطي منطقة الحماية إلا بعد الأسبوع الثاني من التلقيح، وترتفع نسبة مضادات الأجسام مع التذكير. دونك كل ما كنلقحوا لقاح ثاني ولقاح ثالث كتزيد ترتفع ارتفاع في ارتفاع. يتبين من هذه المعطيات أن التلقيح يوفر مناعة نشيطة ونوعية، نشيطة ونوعية، وله دور وقائي يدوم وقتا طويلا، ماشي بحال الاستمصال. الاستمصال شفنا أنه مضادات الأجسام اختفت وانعدمت ما بين الأسبوع السابع والأسبوع الثامن. أما الاستمصال كما قلنا فله دور علاجي ويدوم فعله وقتا قصيرا، التلقيح لا، يدوم فعله وقتا طويلا ودوره وقائي. إذا لا بد من أن نميز بين التلقيح والاستمصال. إذا الاستمصال هو تحويل مناعة شخص إلى شخص آخر غير ممنع، وذلك بحق مصل شخص ممنع ضد مرض معين لشخص مصاب بنفس المرض. يضم هذا المصل مضادات أجسام نوعية تتدخل مباشرة للقضاء على التعفن في جسم المتلقي. أما التلقيح فهو إحداث استجابة ينتج عنها تكوين كريات لمفاوية ذات الذاكرة بي والتويت حسب نوعية الاستجابة المناعتية، وش هي خلوية أو خلطية، تتدخل عند الحاجة. إذا لما بغينا ندير واحد المقارنة بسيطة، التلقيح هو نوعي كذلك الاستمصال هو نوعي، يعني بجوزهم يستهدفون مولد مضاد معين محدد. الفرق هنا الآخر هو الفرق يعني اللي كاين هو أن التلقيح نكسب المناعة نشيطة، أما الاستمصال فإننا فقط ننقل المناعة من شخص لآخر. إذا هنا الجسم يعني له دور سلبي، ما كي لا يشتغل، إذا فقط كننقل المناعة من شخص لآخر في الاستمصال. إذا بهذا كيكون الاستمصال مناعة منقولة ولكنها فورية، كما لاحظنا مباشرة بعد الاستمصال ارتفع بشكل كبير، ارتفع بشكل كبير، ارتفعت بشكل كبير الكمية ديال مضادات الأجسام، عكس التلقيح اللي كيكون ببطء وكما قلنا هو مناعة مكتسبة. الفرق هو أن الثاني هو أن التلقيح مفعوله دائم ويستعمل للوقاية، يعني قبل الإصابة بالمولد المضاد أو لا بالمرض. الاستمصال مفعوله مؤقت يعني وقت قصير ويستعمل للعلاج. جيد، إذا هنا نشوفوا الحالة الثالثة اللي ممكن نطعموا بها الجهاز المناعتي. إذا هضرنا على التلقيح، هضرنا على الاستمصال، قارنا بيناتهم. الجزء الثالث والأخير اللي هو طريقة ديال المساعدة للجهاز المناعتي اللي سميناها زرع النخاع العظمي. إذا كيف ما تتعرفوا أن النخاع العظمي هو الأصل ديال الخلايا كاملة، الكريات الحمراء والكريات اللمفاوية. إذا نشوفوا هنا المقدمة، يولد بعض الأطفال مصابين بداء قصور المناعة الولادي، يعني من اللي كيتزاد عنده نقص في المناعة. ومن أنجع الطرق العلاجية للمصابين بهذا الداء هو يعني أحسن الطرق اللي ممكن نعالجوا بها الناس شنو هو؟ هو نزرعوا لهم النخاع العظمي الذي يعتبر أصل خلايا الجهاز المناعي. لكن باش نزرعوا النخاع العظمي لابد من يعني النجاح ديال الزرع يكون رهينا بالتغلب على مجموعة من المشاكل التي يطرحها رد فعل المناعي. وهي إذا هنا غنحاولوا نتعرفوا على هذه المشاكل. إذا شنو كتقول الوثيقة 3؟ شنو؟ غادي نحاولوا نتعرفوا على شروط زرع النخاع العظمي الأحمر. بعد تحديد مراحل زرع النخاع العظمي الأحمر، حدد المشاكل المناعية التي يطرحها زرع النخاع العظمي وبرر الاحتياطات المتخذة أثناء عملية الزرع. إذا عندنا خمسة المراحل أو خمسة العمليات غادي نتعرفوا عليهم. شوفوا معايا هنا، اولا اول شيء خاص يكون عندي تلاؤم يعني تلاؤم بين سي ام اش المعطي والسي ام اش ديال المتلقي. اول شيء كيخص يكون تلاؤم. ثاني شيء كيخصنا نعزلو، نقوم بعزل 3 الى 5 ملم كيب من عظم مسطح ديال الشخص المعطي. ثم ماشي غير لا نقوم مباشره بعد اخذ عينه او اخذ يعني النخاع العظمي ديال الشخص المعطي، لا نقوم مباشرة بزرعه لأن تلاؤم السي ام اش لا يكفي. إذا لابد من معالجة، مرحلة أخرى الثالثة هي سنقوم بمعالجة قبل يعني من بعد ما نعالجه
لا نقوم مرة أخرى بحقن المتلقي مباشرة، ولكن يجب تشجيع المتلقي، وغادي نعرفوا علاش. دونك تشجيع المتلقي، وعاد مرحلة خامسة يمكن أن نحقن المتلقي. إذا أولا تيخص تلاؤم السي إم إتش، ثانيا كيخصنا نعزلو واحد 3 إلى 5 مليمتر كيوب. علاش؟ إذا ما كانش التلاؤم ديال السي إم إتش دونك غادي يكون رفض الطعم، مفهوم؟ هنا باش كنعزلو، عندما نقوم بعزل 3 إلى 5 مليمتر كيوب من عظم المسطح ديال الشخص المعطي، يجب معالجة هاد العينة المأخوذة. علاش؟ لأن هاد العينة المأخوذة كيكون فيها خلايا أصلية، وكيكون فيها خلايا التي يعني نمت أو لا تطورت، أو لا نقول خلايا ناضجة، وبالتالي وجب تخليص هذه العينة ديال المعطي. يجب أن نقوم بتخليصها من اللمفاويات بودي التي تكون ناضجة، وأن لا نترك في العينة إلا الخلايا الأصل، يعني التي لم تتطور بعد، أو التي بعد أو التي لم تنضج. علاش؟ باش ما يكونش باش ما تكونش هناك استجابة مناعية عند اختلاطها بالخلايا اللمفاوية للشخص المعطي. ثم يجب أن نقوم بتشجيع المتلقي. علاش؟ لأن المتلقي تكون عنده بطبيعة الحال خلايا مناعية لمفاوية بي و تي، وهنايا ما كاينش تلاؤم 100% ما بين السي ام اش ديال المتلقي والمعطي، وبالتالي اذا خلينا الشخص المتلقي باللمفاويات ديالو وزرعنا الخلايا الاصل ديال الشخص المعطي، فغيكون هناك استجابة مناعية، يعني الخلايا ديال المتلقي لن تتقبل وجود عناصر غريبة. اذا سنقوم بتشعيع المتلقي، يعني بتدمير جميع خلاياه اللمفاوية بي و تي اللي غادي تقدر تدير لنا واحد استجابة مناعية. ثم بعد ذلك يعني نقوم بحقنه في المرحلة الأخيرة. إذا كملخص لهذه المراحل، يلزم العمل على اختيار معطي يتوفر على السي ام اش مماثل للسي ام اش المتلقي، وبما أن صياغة السي ام اش ليست دقيقة بما فيه الكفاية، يلزم اختبار الاستجابة المناعية بين المعطي والمتلقي. ضروري خصنا نديرو واحد تيست من الداخل اللي كيبين لنا واش غتكون استجابة مناعية أو لا. هذا الاختبار كيكون ان فيترو، يعني قبل ما ندوزو لعند الشخص نديرو اختبار في الزجاج. المرحلة الثانية يجرى للمعطي تخدير عام، دونك هذاك المعطي يخدر كليا، ثم تأخذ من بعض عظامه المسطحة كمية قليلة من النخاع العظمي. يتم قتل، دونك هنا داك الطعم اللي خدينا من عند المعطي تنعالجه. كيف ذلك؟ نقوم بقتل اللمفاويات بي وتي الناضجة الموجودة في الطعم بواسطة مضادات أجسام نوعية لها، حتى لا تستجيب ضد الخلايا الذاتية للشخص الآخذ أو للمتلقي، ويتم الاحتفاظ فقط بالخلايا الأصلية النخاع العظمي. كما سيتم ماذا؟ هذه مهمة. كما يتم عزل الكريات الحمراء الموجودة بالعينة لتفادي تلكد هذه الأخيرة في حالة اختلاف الفصائل الدموية. يعني حتى الكريات الحمراء تخصنا نعزلوها، لأنه ممكن أنه يكون اختلاف في الفصائل الدموية، وبالتالي غيحدد لنا واحد التلكد. المرحلة الرابعة، نجهز المتلقي. يمكن للخلايا المناعية النشيطة للمتلقي أن تهاجم خلايا الطعم، لذلك ولتفادي المشكل يجب يتم قبل الزرع تشعيع شامل للمتلقي بهدف قتل جزء من خلاياه المناعية التي هي سبب الرفض. إذا هذاك المتلقي غتكون عنده واحد الخلايا المناعية اللي هي تقدر دير لنا واحد رفض الطعم، وبالتالي ما غتنجحش العملية ديال الزراعة. إذا شنو خصنا نديرو هنايا؟ خصنا نقوم بتشعيع المعطي. بسبب هذا التشعيع شنو كيوقع؟ يبقى المتلقي عدة شهور بدون دفاع مناعي. دونك هنا في هذه الحالة تيخص باش ما يتعرضش المتلقي للهامش، يوضع في غرفة معقمة خالية من الجرات والميكروبات، ويخضع لتتبع استمصاري صارم، يعني كل مرة كنحقنوا ليه مضادات الأجسام. في الأخير تطعيم المتلقي، يتم تطعيم المتلقي، يعني يتم حقن العينة في دم الشخص الآخذ بحيث تنتقل عبر الجهاز الدورقي لتستقر في النخاع العظمي للشخص الآخذ. إذا هنايا شفنا ثلاثة أنواع ديال أو ثلاثة الحالات أو ثلاثة الطرق باش ممكن أننا ندعموا الجهاز المناعتي، دونك يا إما عن طريق التلقيح، يا إما عن طريق الاستمصار، يا إما عن طريق
الظاهرة ديال أو العملية ديال زرع النخاع العظمي. إذا نتمنى غادي نلتقيو في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.